وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن لجدتي فاطمة 9 أسماء عند الله، عند الله، الله مسميها بهذه الأسماء. الاسم الأول فاطمة، ومن أسمائها الزهراء، ومن أسمائها البتول، ومن أسمائها الرضية، ومن أسمائها المرضية، ومن أسمائها الطاهرة، وألقابها الصديقة، ومن أسمائها المحدثة أو المحدثة، وكلاهما محدثة ومحدثة. قال الإمام الصادق للمفضل ابن عمر: يا مفضل، أتدري لماذا سميت جدتي فاطمة بهذا الاسم؟ سميت فاطمة. قال: ولماذا يا سيدي؟ قال: إن الله فطمها وفطم ذريتها وشيعتها من النار.